للأسف في ظل الوضع الحالي لا يمكن لأي جهد ودي أن يؤدي إلى منع هذه الفصائل عما تقوم به حاليا وهذه الميليشيات عما تقوم به حاليا إلا بقرار من إيران. يعني إذا أراد أي طرف أن يقنع هذه الأطراف بالتوقف عما تفعله الآن يجب عليه أن يتوجه إلى طهران ويلتمس منها أن توقف ميليشياتها وفصائلها. والواقع يعني عندما أسأل نفسي لماذا تعمد إيران إلى استخدام الميليشيات في هذا الموضوع بالذات، أجد أن الجواب المنطقي الوحيد هو أنه هذه الميليشيات تشتري هذه الصواريخ والأسلحة بأموال العراقية. يعني السبب الوحيد هذه إيران تستطيع أن تشتري هذه الأسلحة وترسلها إلى روسيا، لكن لا، هي تفضل أن يتم شراء هذه الأسلحة بأموال العراقيين بنفط العراقيين، نشتري أسلحة ونبعثها لروسيا لكي نرضي إيران. انظر إلى هذه القضية. فبالتالي إيران هي المستفيد، إيران ستكون صاحبة الفضل كما قلت قبل قليل في تنافسها المستمر مع إسرائيل حول كسب ود موسكو، ستكون هي صاحبة الفضل وصاحبة الأولوية والأرجحية في هذا التنافس، ولكن بأموالنا إحنا بإمكانياتنا في الوقت اللي ترزح مدننا وترزح اقتصاداتنا وتنهار يوميا بسبب سوء التخطيط والإدارة والفساد إلى آخره، ولكن نحن مع كل هذا الوضع السيء نجد لدينا فائضا من الأموال لكي نشتري به أسلحة نرسلها إلى سوريا عفوا روسيا، ونرسلها لكي ندعم به السيد بوتين وندعم به مساعي السيد خامنئي لنيل الحظوة عند بوتين. هذه يعني كارثة. يعني حتى لو كنا بلدا غنيا وشعب غني ومكتفي، أنا لا أفهم لماذا علينا أن ندفع الأموال لصالح إيران ولصالح بوتين. ولكن المصيبة أنه فوق إنما ندفع ذلك نحن في أمس الحاجة لكل قرش موجود، لكل فلس موجود، لكل سنت موجود لدينا لكي نبني مدارسنا، مستشفياتنا، تعليمنا، كل شيء في داخل البلد منهار. فلهذا السبب أنا لا أعتقد هناك طرف ما في داخل العراق قادر على أن يفتح فمه حتى بإدانة. طبعا أنا أتكلم عن الأطراف الحاكمة، الأطراف السياسية، شيعيها وسنيها وكرديها، لا أحد يفتح فمه. حضرتك أنا من الأصوات الحرة اللي بعيدة عن أي اتصال مع أي طرف سياسي، نستطيع أن نتكلم ونصرخ ويجب أن نصرخ، وسنسعى أن نقل صرختنا إلى الجميع. أموالنا تتحول إلى أسلحة وتذهب إلى روسيا، تذهب إلى السيد بوتين لتحقيق أحلامه المريضة في التوسع على حساب الشعوب، وهي تذهب إلى هناك لكي السيد خامنئي والزمرة التي تقف وراه تقف مفتخرة بموقفها على حساب الموقف الإسرائيلي مثلا، واللي هي صديقة حميمة أيضا لروسيا في نفس الوقت.